أكاذيب جرذ الضاحية الجنوبية الذي تطاول على السعودية. الخطاب الأخير لجرذ الضاحية الجنوبية حسن بلازما الشهير بحسن نصر الله، معبأ بالمتفجرات والألغام، ناهيك بأنه يقطر دما وحقدا على السعودية التي تشكل عقدة هائلة للملال وميليشياته وأتباعه في المنطقة العربية، انطلاقا من أن الرياض حتى اللحظة هي الصخرة الصماء العالية التي تتكسر عليها كل مخططات الملال في المنطقة، فهي التي كشفت مخططه في العراق بتأسيس ميليشيا الحشد الشعبي الطائفي، وهي التي تصدت لعدوانه في لبنان، وهي التي وقفت بالمرصاد للملال في اليمن. لذلك تشكل الرياض لجرذ الضاحية الجنوبية وللملال مشكلة كبرى. وفي خطابه الأخير الذي تطاول فيه حسن بلازما على السعودية، وادعى فيه فشل المحور السعودي وتدخل الرياض في الشؤون السورية والعراقية واللبنانية واليمنية، لم يكن يقلب الحقائق فقط، ولكنه كان يخترعها اختراعا لطرد مزاج الولي الفقير. فمن فشل في اليمن هي إيران، ومن يخسر في اليمن هي ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، ومن يطرد من سوريا هي إيران بعدما انكشفت مخططاتها، ومن يعاني من الانتفاضة والاحتجاجات والانتقادات هو الملالي داخل دولته بعدما فشل فشلا ذريعا وأضاع مقدرات إيران، ومن فرضت عليه العقوبات من جديد هي إيران. فالمحور الإيراني وأتباعه هم من تعرضوا لانتكاسة حقيقية. أما المحور السعودي، إن كنا سنساير جرذ الضاحية الجنوبية في تقسيماته فهو المنتصر، وعينه تريه الحقيقة إن لم يكن ميليشياويا إيرانيا أعمى.